كده بالنسبة لتو. بالنسبة للقفطان ديال الأخت راضية عماري، هادو هما المقاسات ديالك. عندنا في المهم 18 في الكتاف، 56 في الكم، 17 على المرفق، راس الكم 12، طول الصدر 25، أو عفوا عود عرض الصدر 25، طول الصدر 26، عرض الخصر 22، طول الخصر 36، هادو هما المهمين. والطول 1.38 لأنه قفطان قصير. هنا غادي نحتاجو 3.5 متر حتى 4. خديتي 3.5 متر راه غادي يخرج لك، خديتي 4 متر راه غادي يخرج لك. اذا حنا غادي نخدمو على اساس انك خديتي 4 متر. هنا غادي ناخذ لك في هذا الطرف، هذا غادي ناخذ 4 متر كيف العاده، 2.5 متر. غادي نقطع الكوبو ديالي على ديك الساعه. اذا حنا هذا هو الكوبو ديالنا. اذا عندنا فيه 1.5 متر، 1.5 متر، و متر هي في المجموع عندنا 4 متر. غادي ناخذ انا متر نحيدها ونخدم في 3 متر، غنزول متر ونخدم في 3 متر باش نخدم مرتاح. متر نزول متر ونخدم في 3 متر. نحيد متر، غادي نخدم 3 متر باش نخرج منها راجل، هي الأساسية، لأن هنا لو كان مكانش فيه الصايع ديالنا، مفيهاش لو كليب كليب، كنا غنخرجو 3 متر ونخرجو منها القفطان، لأنه قفطان قصير ومقاسات صغار، ولكن بما أنه في دوك لي بلي هادوك هما لي تيزيدو لنا العبارات حتى كيوليو بحال ديال شي وحدة عريضة، وبالتالي 3 متر مكتكونش. لاحظوا معايا التوب ديالي طويتو هكذا، كان على جوج، كان واحد على واحد، طويتو على جوج باش كيعطيني 1.5 متر هكذا، 1.5 متر هكذا، يعني 1.5 متر طول 3 متر، طويتها على جوج، 1.5 متر طول، 1.5 متر على غادي نخليها هكذا. غادي نخلي هاد البلاصة لي مسدودة هي لي كنهزها وكندي عند البلاصة لي محلولة. إذا هنا مفتوح وهنا مسدود، هنا مسدود. هذه كنديها عند هاد البلاصة، يعني عند الراس أو القنت أو الجهة الأخرى اللي محلولة، بهاد الطريقة باش أنني ندير على شكل مثلث أو على شكل فرماجة، باش معروفة على شكل هذي، معروفة على شكل مثلث. إذا هكذا تنقاد التوب ديالي. غادي نجي هنا، غادي نعبر 30 سنتيم. هكذا الى عبر 30 سنتيم وخدمت على هذا على اساس ان هذا هو خط البناء، غادي ندير هكا، غنلقى 30 سنتيم عندي هنا مزيانه، وهي اللي بغيت في الحزام. انا في الحزام ديال القفطان عندي فيه 22، ولكن كاين لي بلي، هذوك لي بلي زدتهم على 8 سنتيم، على 22 هي 30. اذا هنا التوسعه ديال الحزام ديال الخصر ديال لاجيب غتكون فيه 30. هنا ممكن ندير هذه الطريقة ونخدم، يعني هكذا غادي يكفاني، يعني هنا غنخرج لاجوب ديالي مرتاح، والطرف الآخر غنخرج منو، يعني الكمي والكسدة. في حالة لا بغيت نستغل التوب هنا، غادي نجي لهنا غندير 35 هكذا، وندير هنا 35، وغادي نستعمل البيروكي ديالي باش تجي على شكل دائري، باش تجيني هنا 30. باش هكذا تجيني هنا 30، غادي تجيني هكا دايره، غادي نخرجها شي شويه دايره وغتجيني فيها 30 هكذا، غتجيني فيها 30 بشكل دائري. اذا في هذه الحاله هذه غادي نستغل الثوب. عندي في الطول ديالي انا 1.38 متر، عندي في الطول ديال الخصر لان كاينه القطعه في الحزام عندي فيه 36، غنحيدوها من 1.32 متر، غتبقى ليا 1.2 متر.
عفوا متر 830 غتبقى لي متر جوج، متر جوج غنزيدها سنتيم ديال الخياطة ديال هنا وسنتيم ديال الخياطة ديال هنا، هي جوج سنتيم زائد متر جوج هي متر وربعة، متر وربعة غندير ليها بحال هكا وغندور بها. هادا غنحاول نجزأها ثلاثة ديال الأجزاء أو ربعة أو خمسة، ونتم غالي معاها السنتيم ديالي هكدا، متر وربعة هكدا. هنا كنستعمل بيستول ديالي أو بيروكي وكنواصل النقاط. هكدا كنتراسي لا جيبو ديالي. هنا ممكن على أنني نخرج الكميون ديالي من هنا، يكون عندي فيهم 56، يعني نخرجو من هنا حيت هنا مسدود، ممكن نخرج الكميون ديالي من هنا بهاد الطريقة هادي، يخرجو ليا من هنا. هذا اللي بغيت نختص من الثوب، وإلا كنت داير غير 3 متر ونص نخرج لكم من هنا، كنت داير 4 متر ماشي مشكل، غادي نخرج لكم ديالي من الطرف الآخر. إذا هنا غادي نقطع على الجيب ديالي، إذا هذه الصايا، هذه هي الصايا اللي من بعد غادي تجي وغتخدم بهذا الشكل هذا. دابا غندخلو الطرف داك المتر هو اللي غنخرجو منو مكسدة كيف العادة. نطوي على جوج داك الطرف و تنعاود نطويه على ربعة، يعني بطريقة سهلة كنجي تنخرج الكسدة ديالي من هنا. الطول ديال الخصر 36 زائد جوج هي 38، كندير هكا، كندير يعني زاوية قائمة، كنبني الكتاف ديالي الكم عفوا الكتاف ديالي الكم ديال الكتاف الكم، يعني نفس الطريقة هنا الكول ديالي طول الصدر 25 عفوا 26 عرض الصدر 25 هي هادي، خط التركيز فرق واحد كيف العادة، كندير التركيز ديالي، كنجي لهنا كندير 22 زائد 1 سنتيم الخياطة هي 23، كنواصل النقاط هكدا كنخرج. يعني بالنسبة لكم ديالي راه فيه 56، يعني هنا راه باقي خرج ليا. في حالة ما خرج لياش، إلا كانت عندي مثلا نقولو لنفرض عندنا مترو، عندنا مثلا غير نص سنتيم نص متر هنا، إلا كانت عندي نص متر اللي باقا عندي في التوب، إذا هنا غادي نخرج لكم المهم 3/4 ماشي غادي تخرجوا لي لكم المهم 3، غادي نخرجهم 3/4 في هذه الحالة. مسألة أخرى هو أنه ممكن نخرجوا من الثوب الآخر حدا لاجيك تنخرجوا لكم الطريقة اللي وريتكم. إذا هنا كنخرج هنا الكسدة ديالي بهذه الطريقة مزيان، من هذا الظهر وهذا القدام. عفوا دابا عاد غادي نجيو باش نتراسيو الكول اللي هو كول باطو. بالنسبه للكول اللي عندنا تما غادي ننزلو هنا، لان عندنا داك الكول طالع بزاف، غادي نعاود نرجح التراساج ديالي. اذا غنتراسي غير فوق طرف واحد ومن بعد نقطع على الاخرين. غادي نهبط من هنا 5 سنتيم هكدا، 5 سنتيم ابتداء من الفوق هكدا، وهنا غادي نمشي 15 سنتيم في كل شيء.
5 على 15 14 15 وكنطراسيها بحال هكا هاد البيستولي ديالي كنطراسيها بحال هكا. اذا هكذا كنظن على انها واضحه. من بعد بالنسبه لهاد 15 ممكن نضيفوا عليها اكثر وكنديروا حنا 18 يعني تجينا حتى لحدا الكتف كتبقى بيناتهم غير واحد 3 سنتيم 15 او 16 على حسب قد ما بغيتي تعري الكول ديالك. بالنسبه للقفطان ما تمعنش بزاف في الكول وما عرفتوش واش عريان بزاف ولا لا، ولكن المهم هنا هو اني نعطيك الفكره كيفاش ديري الكول ديالك هكذا غادي يجي بهذا الشكل. هي 5 سنتيم ما تهبطيش بزاف هانتي غادي يجي بهذا الشكل يبان لك طالع هكا. ومن هنا كنخرج لكم يعني من هذه البلاصه هذه تنخرج لكم من هنا كنخرج لكم هنا. اذا من بعد هذا كنغطوه هكذا اولا كنقسموا هذيك لي بلي باش كتولي تشوف لبعضياتها كتولي بحال لي بلي كرو يعني كنقسم هذه وكتولي تشوف لبعضياتها كتولي جوج هذا كيجينا حساب هكذا كنخرجوا قفطان ديالنا. نتسناو التطبيق عما قريب. السلام عليكم.